بظروفها زي ما انت شايف كده. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش اللي بيحصل ده غلط. الحكومة بتاعتنا الحكومة المصرية مش جاية، يعني الحكومة المصرية جاية معاهم مش جاية معانا. احنا كمصريين نخاف على بعض، فما ينفعش اللي بيحصل كده قدام السفارة. تعنت برضه الداخليه والشرطه هو هو. احنا امبارح قلنا لهم احنا هنقف هناك ونعمل لكم لجان شعبيه، اللي هيخش يبقى احنا المسؤولين عنه. نفض لنا وطردنا بره وضربه وزقنا بره وطلعنا بره من عند السفاره، وكانت هي دي النتيجه. لو احنا كنا مسؤولين بقى على اللي هيخش كنا هنعرف اللي يخش، احنا نعرف اللي هيخش، هنعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج وداخل ليه وخارج ليه. وغير كده الا رسول، يعني الا الرسول صلى الله عليه وسلم باي وجه باي شكل من الاشكال هنطلب منه على الحوض المرصود، هنطلب هو يسقينا شربة ماء او نطلب منه الشفاعه. اذا كنا احنا مش قادرين نرد عليه نرد له اذى سب اهانه، احنا مش قادرين نعمل كده باي وجه. احنا هنقابله دخل بالشرع. اوعى اوعى بالدم نفديك يا رسول، بالدم نفديك يا رسول. احنا جايين هنا الميدان بنطلب بحقنا وبندافع عن حق الرسول اللي اتهان، والسيد رئيس مرسي ما اتكلمش ما عملش اي حاجه. بنطالب ان احنا نقاطع المنتجات الامريكيه، وكل منتج بينزل لنا معونات من ناس بتهنا مش عشان هيساعدونا بمنتجات او اي حاجه، ان هم يهنونا. احنا ديننا دين الاسلام، دين تسامح ودين سلم. نزلنا نتكلم بسلميه ما فيش فايده، نتكلم بعنف ما فيش فايده، ما ينفعش. لازم يبقى في خطوه تتعمل. ان احنا بنطالب ان احنا نوقف المعونات الامريكيه، يبقى في اعتذار رسمي من امريكا للمصريين والمسلمين كلهم في جميع الدول المصريه.